أختي العزيزة، هذا ما يحدث اليوم في تونس من المبادرة اللي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه الاتحاد فرحات حشاد اتحاد عريق، والذي حصل على جائزة نوبل، اللي ديما نجده يبحث على حلول، ويبحث ديما على حلول للأزمات السياسية في تونس. لكن اليوم البلاد لا أظن الاتحاد أنه قادر أن يفعل شيء، فهي يعني تونس كالعادة شكشوكة. ذهاب رئيس تونس قيس سعيد إلى قطر ثم عودته بأشياء عديدة وعديدة جدا أجج المناخ المتقلب جدا، والمناخ يعني المتعفن ربما اليوم، ولا نعلم لماذا الآن بالضبط. فحتى لو كانت الأخت عبير يعني طرحت موضوع كبير قبل جدا التحول إلى موضوع الاعتصام، أستاذ خبيب، النقطة التي ذكرتها بالنسبة لاتحاد الشغل في تونس، كان في وقت سابق قد حاول لعب دور الوساطة بين البرلمان التونسي وبين حكومة الفخفخ والغنوشي، واليوم بدأ بالتهديد. ما الذي حصل وماذا سيشكل هذا التهديد بالنسبة لتونس، وما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ هذا هو مربط الفرس بالضبط اختي عزيزه. فالاتحاد فيما سبق الذي لعب دور يعني جيد جدا، الان ممكن يكون هو السبب في اختناق الازمه اكثر واكثر في تونس. فعندما يقوم بالمبادره ويعطيها لرئيس الحكومه المشيشي ورئيس الدوله، ثم يقصي احزاب وائتلاف الكرامه، لانه الاتحاد اليوم موقفه اصلا غير مفهوم سياسيا، فهو من حين لاخر يميل بعض الشيء الى نهضه ربما لبعض المصالح. هل هو لكسب كراسي في البرلمان برأيك؟ ممكن جدا اختي العزيزه، ممكن جدا. كل شيء وارد اليوم في تونس الا مصلحه الشعب التونسي، فهي ليست على الطاوله تماما، وكلها يعني حسابات عجيبه جدا. لا احد، لا اي سياسي، اي سياسي واي اي مواطن في العالم يعني لديه حسن نيه لا يستطيع ان يفهم الواقع التونسي. فهم تقريبا اليوم 10 سنوات ما زلنا في نفس المواضيع، وما زلنا في نفس الدائره، ولم نخرج منها ابدا. وللاسف الشديد الاخت عبير موسي اختارت وقت سيء جدا 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 لطرح موضوع بعيد جدا جدا على يعني متطلبات اليوم. عندنا مشكله كبيره نتاع كورونا، تونس اليوم يعني تحصد موتى يوميا في كورونا، نعم أستاذ والناس خبيب، عذرا على المقاطعة، هناك الكثير من يتحدث عن أن دعوة موسي ليست في الوقت المناسب، لماذا هذه الدعوة ليست في الوقت المناسب لتكون ذات أثر، أو على الأقل تدفع بالرئيس السعيد للتوقف الوقوف عند هذه المطالب، سيما أنها وجهت رسالة إلى دولة تونس بأنها دولة راعية للإرهاب طالما تحافظ على هذه المجموعات داخل البرلمان؟ طبيعي جدا، هذا أمر معروف. تونس ليست دولة، وإنما يعني الشعب التونسي كله، تكوينة الشعب التونسي بحد ذاتها هي يعني حاضنة للإرهاب بطبيعته. يعني هذا تاريخيا واقعيا واضح، لكن انه هذا امر بديهي جدا. تونس صدرت الارهاب لجميع دول العالم، وتونس يعني مختصه اختصاص. نحن شعب تقريبا 12 مليون ولا 10 ملايين، ممكن لدينا 2 ملايين ارهابي يعني على ادنى تقدير. للاسف الشديد هذا نتيجه اشياء عديده وعديده جدا، لكن طرح موضوع بهذا التشابك وبهذا التعقيد وبهذه الابعاد في ظروف اليوم، في ظروف كورونا والعالم كامل يعيش ازمه والمدن مغلقه والاشياء، نوع من الجنون بكل صراحه. لا ادري اي حد ممكن ان يفهم المشهد السياسي التونسي قد يتجه نحو مزيد من التعقيد بعد اليوم. الناشط السياسي وأمين عام حزب تونس بيتنا خبيب الرياحي حدثنا مباشرة من باريس، شكرا لك.